سأختار شعبي، سأختار أفراد شعبي، سأختاركم واحدا واحدا من سلالة أمي ومن مذهبي، سأختاركم كي تكونوا جديرين بي. إذن أوقف الآن تصفيقكم كي تكونوا جديرين بي وبحبي. سأختار شعبي سياجا لمملكتي ورصيفا لدربي. قفوا أيها الناس، أيها المنتقون كما تنتقى اللؤلؤة. لكل فتى امرأة، وللزوج طفلان. في البدء يأتي الصبي وتأتي الصبية من بعد ولا ثالث. في البدء يأتي الصبي وتأتي الصبية من بعد لا ثالث. وليعم الغرام على سنتي، فأحب النساء ولا تضربوهن إن مسهن الحرام. سلام عليكم، سلام سلام. سأختار منكم، سأختار من يستحق المثول أمام مدائح فكري، ومن يستحق المرور أمام حدائق قصري. قفوا أيها الناس حولي خاتم، لنصلح سيرة حواء، نصلح أحفاد آدم. سأختار شعبا محبا وصلبا وعذبا. سأختار أصلحكم للبقاء وأنجحكم في الدعاء لطول جلوسي. فتبا لما فات من دول مزقتها الزوابع، لقد ضقت ذرعا بأمية الناس. يا شعب، يا شعبي الحر، فاحرز هوائي من الفقراء، وسر بالذباب وغيم الغبار، ونظف دروب المدائن من كل حاف وعار وجائع. فتبا لهذا الفساد، وتبا لبؤس العباد الكسالى، وتبا لوحل الشوارع. سأختار شعبا من الأذكياء الودودين والناجحين. فمن كان منكم بلا علة، من كان منكم بلا علة فهو حارس كلبي. ومن كان منكم طبيبا أعينه سائسا لحصان الجديد. ومن كان منكم حكيما أعينه مستشارا لصك النقود. ومن كان منكم وسيما أعينه حاجبا للفضائح. ومن كان منكم قويا أعينه نائبا للمدائح. ومن كان منكم بلا ذهب ولا آل فلينصرف. ومن كان منكم بلا ضجر ومواهب فلينصرف. فلا وقت عندي للقمح والكدح. ولأعترف أمامك يا أيها الشعب، يا شعبي المنتقى بيدي، بأني أنا الحاكم العادل، أنا الحاكم المتسامح والعادل. كرهت جميع الطغاة، لأن الطغاة يسوسون شعبا من الجهلة.
ومن أجل أن ينهض العدل فوق الذكاء المعاصر لا بد من برلمان جديد ومن أسئلة، منها: من الشعب يا شعب؟ هل كل كائن يسمى مواطن؟ ترى من الشعب يا شعب؟ هل كل كائن يسمى مواطن؟ ترى هل يليق بمن هو مثلي أن يقود لصا وأعمى وجاهل؟ وهل تقبلون لسيدكم أن يساوي ما بينكم أيها النبلاء وبين الرعاع؟ وهل يتساوى هنا الفيلسوف مع المتسول؟ هل يذهبان إلى الاقتراع معا كي يقود العوام سياسة هذا الوطن؟ وهم أغلبيتكم، هم عدد لا لزوم له إن أردتم نظاما جديدا لمنع الفتن. إذن سأختار أفراد شعبي، سأختاركم واحدا واحدا كي تكونوا جديرين بي وأكون جديرا بكم. سأمنحكم كل الحقوق، سأمنحكم حق أن تخدموني وأن ترفعوا صوري فوق جدرانكم، فهذا حق لكم. ومن حقكم أن تشكروني لأني رضيت بكم أمة لي. ومن حقكم أن تتملوا ملامح وجهي في كل عام جديد. سأمنحكم كل حق تريدون، حق البكاء على موت كلب شريد، وحق الكلام عن السيرة النبوية في كل عيد، وحق الذهاب إلى البحر في كل يوم. لكم أن تناموا كما تشتهون، على أي جنب تريدون ناموا. لكم حق أن تحلموا برضاي وعطفي، فلا تفزعوا من أحد. سأمنحكم حقكم في الهواء وحقكم في الضياء وحقكم في الغناء. سأبني لكم جنة فوق أرضي، كلوا ما تشاءون من طيباتي، ولا تسمعوا ما يقول ملوك الطوائف عني، وإني أحذركم من عذاب الحسد. ولا تدخلوا في السياسة إلا إذا صدر الأمر عني، فإن السياسة سجني. هنا الحكم شورى، هنا الحكم شورى. أنا حاكم منتخب وأنتم جماهير منتخب، ومن واجب الشعب أن يلمس العتبة وأن يتحرى الحقيقة ممن دعاه إليه، اصطفاه، حماه من الأغلبية، والأغلبية متعبة متعبة. ومن واجب الشعب أن يتبرأ من كل فرد نهب وغازل زوجة صاحبه أو زنى أو غضب. ومن واجب الشعب أن يرفع الأمر للحاكم المنتخب، فإما إقالته من رضاي وإما إحالته للسراي. فحق الغضب وحق الرضا لي أنا الحاكم المنتخب، وحق الهوى والطرب لكم كلكم، فأنتم جماهير منتخبة. ولا سجن بعد انتخابي، ولا شعر عن تعب القافلة. سألغي نظام العقوبات من دولتي، سألغي نظام العقوبات من دولتي. من أراد التأفف خارج شعبي فليتأفف،
ومن شاء أن يتمرد خارج شعبي فليتمرد. سنأذن للغاضبين بأن يستقيلوا من الشعب، والشعب حر، ومن ليس مني ومن دولتي فهو حر. سأختاركم واحدا واحدا مرة كل 5 سنين، وأنتم تزكونني مرة كل 20 عاما إذا لزم الأمر. سأختاركم مرة كل 5 سنين، وأنتم تزكونني مرة كل 20 عاما إذا لزم الأمر، أو مرة للأبد. وإن لم تريدوا بقائي لا سمح الله، إن شئتم أن يزول البلد، أعدت إلى الشعب ما هب أو دب من سابق الشعب كي أملك الأكثرية، والأكثرية فوضى. أترضى أخي الشعب؟ ترضى بهذا المصير؟ معاذك، معاذك. قد اخترت شعبي واختارني الآن الشعب، فسيروا إلى خدمتي آمنين. أذنت لكم أن تخروا على قدمي ساجدين، فطوبى لكم ثم طوبى لنا أجمعين. وبعد سنوات من تأسيس هذه الجمهورية الفاضلة وانضباط الشعب الصارم بخطاب الجلوس، شعر الديكتاتور بالضجر، فدعا شعبه ليلقي فيهم خطاب الضجر. ضجر، ضجر، ألا تشعرون ببعض الضجر؟ فمن سنة لم أجد خبرا واحدا عن نظامي. أما من خبر؟ نغير تقويمنا السنوي وننقش أقوالنا في الرخام، وأحمل عاصمتي فوق سيارة الجيب كي أتحاشى الخطر. وما من خبر؟ وأكتب في العام 20 سطرا بلا خطأ نحوي، وما من خبر؟ وألغي الزراعة، ألغي الفكاهة، ألغي الصحافة، ألغي الخبر، وما من خبر؟ وأختصر الناس، أسجل ثلثا وأطرد ثلثا، وأبقي من الثلث حاشية للثمر، وما من خبر؟ وأطبع وجهي من أجلكم فوق وجه القمر، لكي تحلموا مثل ما أتمنى لكم تصبحون علي، وما من خبر؟ وأمنع عنكم عصير الشعير، لأن الشعير طعام الحمير. وأمنع عنكم عصير الشعير، لأن الشعير طعام الحمير، وأنتم أرانب قلبي. كلوا ما تشاءون من بصل أخضر أو جزر، وما من خبر؟ وأمرض أو أتمارض، أخلو إلى الذات أو أتفاوض سرا مع المعجزات، وأحرم نفسي، أحرم نفسي من الكاميرا والصور، وما من خبر؟ أوحد ما لا يوحد، أنشئ في كل يوم لكم وحدة، وأحرس إيوان كسرى، وأدعو إلى وحدة المسلمين على سيف قيصر، وأرشي ملوك الطوائف، أمحو شرائع الثومر، أمنح إفريقيا صوتها،
وأعيد النظر بتاريخ فكر البشر وما من خبر، وأغلق كل المسارح، لا مسرح في البلد ولا سينما في البلد ولا مرقص في البلد ولا بلد في البلد وما من خبر. ضجر ضجر، وحيد أنا أيها الشعب، شعب العزيز، ولكن قلبي عليك وقلبك من خشب أو حجر. وحيد أنا أيها الشعب، شعب العزيز، ولكن قلبي عليك وقلبك من خشب أو حجر. أضحي لأجلك يا الشعب، إني أسيرك منذ الصغر، ومنذ صبايا المبكر أخطب فيكم وأحكمكم واحدا واحدا، وفي كل يوم أعد لكم مؤتمر وما من خبر. فمن منكم، من منكم يستطيع الجلوس 30 عاما على مقعد واحد دون أن يتخشب؟ من منكم يستطيع السهر 30 عاما ليمنع شعبا من الذكريات وحب السفر؟ وحيد أنا أيها الشعب، لا أستطيع الذهاب إلى البحر والمشي فوق الرصيف ولا النوم تحت الشجر. ثقيل هو الحكم، لا تحسدوا حاكما، أي صدر تحمل ما يتحمل صدري من الأوسمة.